الراديو 90-90 هواها مصر. اللهم بلغنا رمضان. الله كله يدعي دلوقتي، كله يقول من كل قلبه، من جوه من جوه من جوه، اللهم بلغنا رمضان. قد ايه محتاجينه، قد ايه مستنيينه، قد ايه الايام بتجري خلاص، ورمضان يعني خلاص الاثنين اللي جاي، لا اللي بعده. ايوه والله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديكوا صحه وطول العمر وتستقبلوا رمضان صح. وتسمع بالليل اعلنت دار الافتاء المصريه ان غدا هو المتمم لشهر شعبان، وان بعد غد الاثنين هو اول ايام شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. ايوه ايوه رمضان، ايوه الفرحه اللي بنستناها من السنه للسنه، ايوه الدعوه اللي بنفضل ندعيها من قبل ما يجي بكتير، اللهم بلغنا رمضان. ايوه هو جاي، ايوه هو جاي عشان يفرحك ويفرحني، ايوه هو جاي بكل خير. ايوه الشوارع بدات خلاص تاخد الطابع الرمضاني، ايوه عبق وريحه وحلاوه رمضان بدات تيجي في الجو، ايوه البيوت بدات تستعد، ايوه الزينه بدات تملى الشوارع، ايوه الفوانيس ماليه الشوادر، أيوة كل واحد في المحل بتاعه اللي بيبيع فيه أي حاجة بدأ يطبع المحل بتاعه بطابع رمضان، أيوة كل الوسائل الإعلام بتستعد لرمضان وكل واحد بطريقته، لكن كله بيستعد لرمضان. أيوة أنت بتستعد لرمضان، أيوة هو جاي لك علشان عارف أن أنت محتاجه، علشان عارف أن أنت بقالك مدة عمال تقول يا رب أنا عايز حياتي تتغير، يا رب أنا عايز أبقى أحسن، يا رب يا رب حسن حياتي بقى. من يعني عارف أن أنا غلطان وبعمل حاجات كتير مش صح، ولكن عايز حاجة تنقلني، عايز اخد هدنة، عايز اخد فترة روقان بال، عايز اخد فترة راحة نفسية. طب هتجيلي منين؟ اروح يعني مستشفى اتعالج يعني ولا اعمل ايه؟ يقوم ربك يجيب لك رمضان، شهر الهدوء والسكينة، شهر النظام، شهر الانضباط، شهر العبادات، شهر صلاة التراويح، شهر لمة العيلة، شهر الشوارع وهي حلوة وجميلة، شهر الناس وهي عندها حالة هدوء ومسامحة بعضها، شهر اللهم إني صايم. يا عم ده رمضان كريم، ما تزعلش، واخد على خطرك مني أنا آسف، رمضان كريم بقى ما تزعلش. شهر ألو، أنا عارف إن أنا مقصر ومزعلكو، أنا آسف، كل سنة وانتو طيبين. شهر حضرتلنا إيه على الفطار؟ أنا هاكل وهاكل وهاكل وهاكل، أنا مش هينفع الأكل ده، الأكل ده مش كفاية. يا ابني هتاكل يا ابني، الاكل بيفضل زي ما هو، ده رمضان اصله شهر بركه، السفره اللي انت مستقل بيها دي هتشوف انت هتقوم وتسيبها. لا لا لا، اقول لك يا ماما اعملي اكتر، انا كلامنا ما ينفعش معايا. حاضر. عملتي لي الكنافه؟ عملت. عملتي القطايف؟ عملت. عملتي ايه العصاير اللي هنشربها على الفطار؟ عملت كل اللي انت عاوزه يا حبيبي. طب عملتي في مخلل ولا انزل اجيب؟ في، انت جبت بس انت ناسي. طيب الطبق اللي هنطلعه وقت الفطار لعم مصطفى جاهز؟ جاهز، بس بلاش تبقى عينك انت فيه، سيبنا بس ننزله من غير ما تقول انه كتير. كل يوم تقول كده وفي الاخر ما الاكل بيبقى باقي. يا ابني يا حبيبي رمضان كريم. طب يا ماما انا جهزت نفسي علشان سمعتهم كده بيقولوا ان لازم كل واحد كده في رمضان يفتح الدولاب ويخرج حاجه كده من الحاجات الحلوه اللي عنده، علشان الايه الكريمه بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانا ايه بقى، انا عندي تيشرت حلو كده شايفه لايق على كريم، وكريم يعني زي اخويا، اديه له بقى في الايام الحلوه دي، وهقوله كل سنة وانت طيب، برافو عليك. طيب خرج حاجة كمان؟ خرج حاجة كمان. طب انت هتخرجي ايه يا ماما؟ هخرج ما تقلقش. طب عايزين يا ماما نعمل ايه؟ نعمل شنط رمضان تاني، مش احنا عملناها قبل رمضان، ما تيجي نعملها تاني. عايز تعمل ايه؟ تعالي نعبي بقى، نعمل شنطة كده وشنطتين ثلاثة نحط فيهم رز، رز غالي قوي يا ماما اليومين دول، فتعالي نحط رز ضروري لان الناس كلها في رمضان عايزة تاكل رز، ما هو ده الحاجة اللي بتشبع. حاضر مش مشكلة، حط كيلو ولا اتنين،
نحط بلح، عندنا بلح جاي لنا بلح من عمي واحنا كنا جايبين، فتعالوا نحط، نحط تمر ماشي، نحط قمر الدين، نحط صلصة، نحط فاصوليا، نحط شوية مكرونة. المكرونة اللي انت كنت عاملها ماما من يومين دي كانت حلوة قوي، اصلها جميلة نوعها حلو غالي. طب خلاص ممكن نخرج منها؟ حاضر، قول لي انت عايز ايه كمان. عايز الناس وقت الفطار يبقاش حد جعان، نفسي كل الناس وقت ما المدفع بيضرب ويسمعوا الاذان يبقى كل الناس بتاكل احسن اكل. طب اعمل ايه؟ انت لما تعمل ده وانا هعمل ده وكل الناس الحلوة هتعمل ده، مش هيبقى في حد جعان. انزل وشوف الناس اللي بتعمل خير وشاركهم، انزل روح مواقيت الرحمن واعرض عليهم ان انت تساعدهم، انزل قبل الفطار وجمع صحابك ووقفوا على الطريق وقت الفطار، وقفوا في جنب كده علشان بس ما يحصلش اي مشاكل وعلشان ربنا يحافظ عليكم. واعملوا ايه بقى؟ هاتوا شنط صغيرة او علب كراتين صغيرة وحطوا فيها عيش فينو من الصغير ده مثلا، وحطوا فيه مثلا جبنة رومي، حطوا فيه حاجة صغيرة كده، وهات علبة عصير من العصير الصغير ده، وحط تمر، حط في كل كيس 3 تمرات، وممكن تحط ورقة كده فيها ذكر حلو تقول له صلي على النبي. اول ما يفتح العلبة اول حاجة هيقراها صلي على النبي، يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي. حط مثلا ممكن تحط فيها ذكر تاني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ممكن تحط له اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. الدعاء ده حلو، مفتقدينه قوي، وحشنا قوي، وحشنا قوي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. شفت هتعمل ايه؟ انزل بقى جمع صحابك، بس احنا يعني مش هيبقى معانا حاجات كتير يعني على قدنا، يعني انت بقى شخشخي جيبك ودينا شويه يا حبيبي. مش بالكم، الحاجه العلبه الواحده لو وزعتها عند ربنا ما تعرفش دي ثوابها ايه. انت تعرف ان سيدك النبي قال ان من فطر صائم كان ليه ثواب زي ثوابه؟ مش معنى كده ان انت هتاخد ثواب اللي انت فطرته يعني، لا، هو ثوابه تمام، بس انت هيبقى ليك اجرين، اجر صيامك واجر صيامه كمان. شوف بقى انت تقدر تفطر كام واحد. شوف لما تنزل وتساهم مثلا في شنط رمضان وتساعد وتعبي شنط رمضان، شوف الشنط دي هيفطر منها كام فرد وكام عيلة. شوف لما تساعد وتنزل طبق سخن كده حلو العيلة قبل الفطار، هم مش عارفين هيفطروا ايه. ما هو في ناس قبل الفطار ما بتبقاش عارفة هتفطر ايه، في ام بتبقى محتاسة مش عارفة العيلة هيفطروا ايه النهاردة، بتحاول تعمل اي حاجة، اي حاجة بقى ارديحي كده بس يفطروا وراضين وحمدين ربنا وزي الفل. شوف انت بقى لما تدخل عليهم قبل الفطار بطبق فيه من خيرات ربنا، شوف انت ربنا جعلك سبب في انك بدلت حالهم. شوف لما تكون في عيلة قاعدة كده وعملين هنعمل ايه هنعمل ايه، فتقوم الام تقول لولادها ايه؟ ما تقلقوش، خير رمضان كتير، ده انتوا هتلاقوا اللي ربنا، بتلاقوا الباب كده بيخبط وهتلاقوا اللي داخل علينا بالرزق. شغل افلام بقى وخيال علمي. فتفاجأ انها قبل الفطار حد بيخبط على الباب ولاقيها جاي لها اكله محترمه، جاي لها شنطه فيها شويه حاجات تستعملها في رمضان، جاي لها حد من الجيران الحلوين او من الناس اللي حاسين بيها يقول لها كل سنه وانت طيبه. ايه المانع ان انت تكون ده؟ ايه المانع ان انت تكوني ده؟ الكلام ده مش خيالي، الكلام ده بيحصل، وفي ناس بتعمل كده. في ناس بتاخد شهر رمضان لغيرها، بتفرح وتسعد نفسها وتسعد ولادها واخواتها، بس في المقام الاول عندها هدف تاني خالص. جرب تعيش رمضان مرة بنية تانية جديدة، ان رمضان السنة دي قبل ما يكون ليه هو الغيري، انا هقطع نفسي علشان اسعد غيري، انا هقطع نفسي كده علشان في ناس في رمضان حامله هم رمضان قوي. والله في ناس قلقانه من رمضان جدا. قول يا رب اجعلني سبب ان الناس دي ما تقلقش، وابتدي اعمل لسته دلوقتي ورقه واقعد كده في البيت وقول ماما احنا هنقدر نفطر كام حد السنه دي، هنقدر نعمل كام وجبه، هنعمل احنا رمضان 30 يوم، انا عايز منك يا ماما 10 اطباق في رمضان هنزلهم،
اشوف عسكري واقف في وقت في الشمس ووقت الفطار ما معهوش غير كوبايه ميه واديه له، هشوف عيله بسيطه جدا، هشوف ناس واقفه في الشارع مش لاقيه تاكل، هشوف حاجات كتير جدا، حضري لي يا ماما طبق وانا هساهم مني بكذا، انا عندي مساهمه ان انا هعمل ده. خد النيه دي، خد النيه دي، خد النيه ان انت هتكون سبب في ان غيرك يفطر، غيرك ياكل، غيرك ما يقلقش، غيرك يبقى جاي على رمضان وهو حامل الهم. والله العظيم في ناس حامله الهم، في ناس رمضان داخل وهم حاملين الهم، في ناس بيبعتولي دلوقتي بيقولوا لي الكراتين اتاخرت ليه، في ناس بنين املهم على ان اهل الخير هيفتكروهم. انتوا بقى اهل الخير، الله يخليكوا، الله يخليكوا، خليكوا دايما انتوا اهل الخير. انا عارف فانت اهل الخير، فانت زي ما قلنا هتتفق ان انا رمضان السنه دي انا هفطر، ربنا هيقدرني كده وهفطر 10 بني ادمين طول رمضان، وانا هساهم، انا معايا فلوس شايلها، بس لو ما حطيتهاش في ده هحطها في ايه؟ دي التجاره الكسبانه، دي التجاره اللي راجعه، دي الفلوس اللي انا بحطها وراجعه لي عند ربنا اضعاف مضاعفه. لا انا متاكد يا رب وعارف ان الفلوس اللي انا هحطها في ده راجعه لي. هي دي النوايا، هي دي النوايا اللي عايزين ندخل بيها رمضان، ان احنا رمضان السنه دي لغيري قبل ما يكون ليا. وخلي بالك، وانا بخلي بالي وانا بقول لنفسي قبل ما اقول لكم على فكره، ان رمضان السنه دي لغيرك يعني هو ليك في الاخر، ليك والله، ليك وليا. انا هروح مثلا في صلاه التراويح، هاخد معايا مثلا بونبوني كده ووزعه على الاطفال عشان يحبوا صلاه التراويح اللي رايحين المسجد، هاخد شوكولاتات وحاجات، هقف قبل الفطار لو انا في البيت عندي ما بيوافقوش على الخروج، هقف قدام العماره هعمل ورق صغير كده واكتب فيه اللهم اني صائم، اللهم بلغني ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وخلي الناس اللي معديها في الشارع كده قبل الفطار، الناس بتبقى في وقت الفطار ده الدعوة بتبقى جميلة وكله بيحب يدعي، اديها للناس وهي ماشية، ومع كل ورقة تمراية اتنين تلاتة عشان السنة مثلا، بسيطة مش مكلفة خالص، اهو حاجة كيس صغير بلاستيك كده وتقوم حاطط فيه تلات تمرات وكارت سيادتك كاتبه. على فكرة الكارت ده ممكن تكتب فيه خلي رمضانك السنه دي غير اي رمضان، افتكر غيرك في رمضان. الكارت ده ممكن تكتب فيه وانت بتدعي في رمضان ما تقولش اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، لا قولها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ما تخليش دعوه فرديه، ادعي لغيرك معاك. ممكن تكتب في الكارت ده ابتسم رمضان كريم. انتوا عارفين كلمه او الكلمتين بتوع رمضان كريم دول ليهم سحر على ودان اي حد، ان اي حد كده بس تقوله يا عم ده رمضان كريم، يا عم ما تحملش الهم، والله رمضان كريم وربك اكرم. ما هو رمضان كريم بنرد عليه على طول نقول الله اكرم، يعني على قد ما انت متفائل بان الشهر ده كله كرم، برد عليك واقول لك انا مش قلقان، ده ربنا اكرم، ده ربنا هو الكريم، الكريم يعني الكريم، يعني انت تبقى داخل رمضان وانت مطمن، وانت مطمن ان امتحاناتك هتعدي، ومطمن ان نتيجتك هتعدي وهتبقى كويسه، مطمن ان اي حد ظروفه صعبه ان شاء الله بالدعوات هتبقى احسن، مطمن ان انت هتعمل جدول دعوات وكل يوم هيبقى عندك دعوه، النهارده انا دعوتي نجاح، بكره دعوتي شغل، بعده دعوتي لماما، بعده دعوتي لبابا، بعده دعوتي لجدتي اللي ماتت، بعده دعوتي لوالدي اللي توفى، بعده دعوه لمصر، بعده، فكل يوم هيبقى عندك دعوه، عامل جدول كده، النهارده الدعوه بتاعت المعلمين، عامل دعوه للمعلمين، النهارده ما عملتش حاجه لاني بدعي لهم. في الفجر والظهر والعصر وانت بتقرا القران وانت بتصلي المغرب وانت بتدعي على الفطار وانت كل حاجه في صلاه التراويح. انت دعوتك على الفطار دعوه لا ترد. حد يخيب يعني يضيع الفرصه الحلوه دي من ايده؟ ان يبقى عندك دعوه وانت بتفطر لا ترد ويبقى كل اللي همنا ان احنا ناكل؟ لا احنا مش كده. احنا اجمد واحلى واجدع واحسن بكتير. رمضان كريم. رمضان جاي وفرصة لكل واحد عشان يفوز، جاي لك اوكازيون كده بيقول لك انا جاي لك بعرض عروض للحسنات وللثواب، عايز يا عم ولا مش عايز؟
تعالى رمضان، لا ده احنا عايزين، ده احنا يعني مستنينك قوي، انا جاي لك اهو جايب لك كل اللي انت عاوزه، بس خلي بالك انا ما بقعدش كتير. يعني ايه؟ يعني انت عمال تدعي ان انا اجي، عمال تقولي تعالى تعالى، انا مجرد ما هبدأ هتنام، ولو نمت هتصحى تلاقيني مشيت، ولو اجتهدت هتجتهد اكتر وهتفرح معايا يوم بيوم، هتزعل وانا ماشي بس هتبقى فايز ان شاء الله، هتبقى حاسس ان انت عملت اللي عليك، فانا جاي وخلي بالك انا ضيف، ارجوك احسن استقبالي، استقبلني كويس، لان انا عارف ان انا وحشك وعارف ان انت مستنيني قوي، فبلاش تبقى زي اللي مستني ضيفه، اول ما الضيف يجي يمل منه يقابله على باب الشقه ويقول له اتفضل ويرحب بيه ويحط له الاكل وبعد شويه يدخل ويسيبه وينام. رمضان ما يتعملش معاه كده، رمضان ده يتفرش له الارض ورد. رمضان كريم، ربنا يبلغكم الشهر الكريم وتبقوا في احسن حال دايما، تبقوا فرحانين وسعداء ومبسوطين وطايرين وفي احلى 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 حالاتكم. ربنا يبقى.